مش دلوقتي هنخش في المسألة اللي بعدها، هنتكلم فيها عن الكول باي فاليو والكول باي ريفرنس. المطلوب في المسألة ان احنا نحط string زي الموجود هنا كده، والبروجرام بتاعنا يطلع لنا output 0 مكان اي رقم even و1 مكان اي رقم odd. تمام، يعني 2 even فهنطلع 0، 7 odd فهنطلع 1 وهكذا. تمام، مسألة جميلة. الكول باي فاليو احنا بنبعت كوبي من ال variable بتاعنا لل function. ال function لو غيرت فيها حاجة مش هيتغير في ال variable الأصلي فوق. بس الكول باي ريفرنس احنا بنبعت بوينتر او بنبعت الادرس بتاع الفاريبل للفانكشن، فالفانكشن لو غيرت فيه حاجه بيتغير في الفاريبل الاصلي فوق. تمام، ممكن نوضح ده سريعا. ممكن نعمل فانكشن مثلا بترجع فويد، مش بترجع حاجه، مش عايزين ريتر، نسميها مثلا فاليو انت، تاخد انت نسميه اكس مثلا، وهتاخد اكس ده تزود عليه 1. تمام، لو عملنا variable اسمه واي مثلا 3 مثلا وبعتناه للفانكشن دي، وبعد كده طبعا ماشي، فكده عملنا variable اسمه واي هنبعته للفانكشن اسمها value. الفانكشن دي هتزود عليه 1، بعد كده هنطبعه. مبدئيا لازم الأول نحط البروتوتايب avoid value ماشي عشان ما انت تشوفه. بس دلوقتي المتوقع اللي يحصل انه يطلع لنا 3. ليه؟ ليه ما زودش عليها؟ عشان ده call by value مش call by reference. هو بعت copy من ال y دي لل function، فال function عندها ال x دلوقتي ب4، بس ده ملوش علاقة بال y اللي فوق. ال y اللي فوق زي ما هي، فاللي اتبعها هي الواي دي. تمام، الفاليو اللي اتبعتت هي مجرد كوبي. لو عايزين بقى نعمل كول باي ريفرنس، ممكن مش لازم نغير الاسم، هنبعت بوينتر بدل ما نبعت انت، هنبعت بوينتر تو انت. هنحط بس كده هنا، هنا برضو، وهنا هنبعت ادرس، دي معناها ادرس اوف واي، دي الادرس بتاعها في الميموري اللي هو البوينتر يعني. ماشي، وهنا اللي وصل للفانكشن دي دلوقتي الادرس اكس دي الادرس، فاحنا عايزين نقول له الكونتنت اوف الادرس ده خده واعمل عليه بلس بلس. هنقول له الكونتنت اوف الاكس، لازم تبقى كده عادة، الاستريكس دي بتعبر عن كلمة كونتنت اوف، فدي معناها كونتنت اوف الاكس خدها وزود عليها 1. لو من غير قوسين الكومبايلر هيفهمها كده. ال content of ال address اللي بعد التلاتة، يعني اللي بعد اللي متخزن فيه التلاتة في ال memory ماشي، هيبقى junk يعني. فاحنا اللي احنا عايزينه ده اللي يحصل. تمام، فدلوقتي لو عملنا run ماشي، طبعا 4 عشان احنا بعتنا له ال address بتاع ال y بتاع ال variable ده، وديناه من ال function. الفانكشن زودت في الفاريبل الاصلي اللي موجود فوق، زودت عليه 1، واما طبعناه هنا طبع فعلا 4. تمام، ده الكول باي ريفرنس. عايزين بقى نطبق الكلام ده في البروبلم بتاعتنا. عشان نبعت اري لفانكشن بنستخدم الكول باي ريفرنس. تمام، فممكن نشوف ده ازاي. مبدئيا عايزين اليوزر يدخل لنا سترينج ماشي، فعايزين الأول نعمل string اللي هيتسجل فيه الكلام اللي اليوزر هيدخله. string مثلا numbers اللي اليوزر هيدخلها، cn ده اليوزر هيدخل ايه، هناخده نسجله في numbers. بعدين عايزين نحول ال numbers دي ل array. فازاي ممكن نعمل الكلام ده؟ دلوقتي عايزين نعمل array اللي هيتسجل فيه الأرقام ماشي، فاحنا عايزينه array of integers ماشي، ممكن نسميه number array مثلا، والسايز بتاعه عايزينه يبقى نفس السايز بتاع السترينج ده اللي اليوزر هيدخله. احنا ما نعرفش اليوزر هيدخل كام رقم، فممكن يبقى numbers dot length ماشي، هنجيب السايز بتاع السترينج اللي اليوزر هيدخله ونعمل بيه array ماشي. عايزين بقى نعمل فور لوب، ناخد كل كاركتر من السترينج نحطه في الاري ماشي،
ممكن نعمل فور اي تساوي زيرو اي اصغر نمبرز دوت لينس و اي بلس بلس. عايزين يفضل يعدي عليهم واحد واحد لحد ما يوصل لللينس بتاع السترينج النمبر نمبر. نعمل نمبر اري اي هتساوي النمبرز السترينج بتاعنا اي. عارفين ان السترينج اري اوف كاركترز، فممكن نعمل له اكسس، ممكن نكسسه برضو بنفس الطريقه اللي بنكسس بيها الاري. كده الاري ده هنمشي على حرف حرف من السترينج نسجله فيه، تمام؟ بس في فرق بسيط، ده انت وده كاركتر، تمام؟ فمبدئيا لازم نعمل كاستنج. هنحول النمبر الكاركترز دي من التايب بتاعها من كاركتر لانت. في حاجة كمان بس الأول هنشوف كده، يعني هوريكم الأول. ممكن نتبع الكلام ده عشان نشوف. مش ايه اللي هيحصل؟ ندخل 1 2 3 4. ماشي، اللي اتسجل في الاري 49 50 51 52، الارقام اللي احنا مدخلينها 1 2 3 4 اللي هما في الاستريم، تمام؟ ليه كده؟ عشان الكاركتر بيتحول للاسكي كود بتاع الكاركتر. يعني ايه؟ يعني كل رقم من دول، كل كاركتر من دول، واحد ليه اسكي كود 8 49 52 53، تمام؟ الاسكي كود في الارقام بيبدا من 48 اللي هو الزيرو، تمام؟ فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نيجي هنا يا اما نعمل ماينس 48 يا اما نعمل ماينس الكاركتر اللي هو زيرو. ماشي، هيجيب الاسكي كود بتاع الزيرو ويعمل له ماينس من الكلام ده. فدلوقتي لو طبعا 1 2 3 4، ففعلا 1 بقت 1، 2 بقت 2، 3 بقت 3، تمام؟ بس احنا كده الاري بتاعنا جاهز، النمبر اري. ماشي، عايزين بقى نبعت النمبر اري ده لفانكشن اللي هتعمل البروبلم اللي احنا قلنا عليها. ممكن خلاص نشيل البرنتنج ده ونبعته لفانكشن. نعمل الفانكشن الاول، الفانكشن void، عشان هي هتغير فيه، مش عايزينها ترترن حاجة، هي هتغير في الفاليو الاساسي، تمام؟ ممكن نسميها event or at مثلا. الفانكشن دي هتاخد بوينتر للاري. يعني احنا عارفين ان اسم الاري ده بوينتر لاول element في الاري، تمام؟ فاحنا عايزين بوينتر لانتجر، تمام؟ اللي هو هيبقى اري. ماشي، ممكن نكتبه كده وممكن نكتبه كده، هي نفس المعنى، انا بحب اكتبه كده. كده ده كول باي ريفرنس، بعتنا البوينتر بتاع اول element للفانكشن. ماشي، الفانكشن هتعمل ايه بقى؟ ممكن نعمل فور انت اي سوي زيرو اي اصغر، عايزين السايز بتاع الاري ده. ماشي، هنا مش هنقدر نطلعه، فممكن نعمل ايه؟ ممكن نخلي الفانكشن بتاخد 2 arguments، الاري نفسه والسايز اوف ذا اري. ماشي، ممكن نخليها انت سايز اري سايز مثلا، تمام؟ اري سايز، عايزين اللوب تفضل شغالة على قد الاري سايز. ماشي، اي بلس بلس. دلوقتي هيجيلنا الاري، عايزين نشوف بقى كل رقم فيه اود او ايفن. لو اود هنحط 1 مكانه، لو ايفن هنحط 0، تمام؟ فممكن نعمل الموضوع ده بالبوليان الجبرا. البوليان الجبرا عموما بتبقى اسرع. فممكن يبقى الاري اي الاليمنت بتاعت الاري دي هتساوي ممكن نعمل الاري اي الاليمنت دي موديلس 2. دايما الموديلس بتاع الرقم بيدينا من 0 لغاية اقل من الرقم بواحد، يعني الموديلس بتاع 2 يا اما هيدينا يا 0 يا 1.
لو بيتقسم على اتنين هيدينا زيرو، لو مش بيتقسم على اتنين هيدينا واحد. فدي طريقة أسهل، ممكن نبقى بنعملها بيف وإلس، بس هنبقى بنطولها على الفاضي. يعني هتبقى إف أري أي بيتقسم على اتنين يبقى الأري هيساوي زيرو، ولو مش بيتقسم على اتنين هيبقى بيساوي واحد. تمام، فاضل ان احنا نكول الفانكشن دي من المين ونبعت لها الاري بتاعنا. الفانكشن اسمها يعني نبعت لها الاري بتاعنا. الاول لازم نعملها البروتوتايب بتاعها فوق. ماشي، void even or not pointer int. ماشي، وعايزين ندخل لها pointer اللي هو اسم ال array. اتفقنا ان اسم ال array ده pointer لأول element، و ال size اللي هو numbers. كده عملنا كل ال function. بعد ما عملنا كل حاجة عايزين بقى نطبع عشان نشوف الدنيا شغالة ولا. عايزين نطبع الأري بقى، ممكن نعمل فور لوب. ونطبع الأري واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. ماشي، واحد طلع زيرو، واحد اتنين طلع زيرو، تلاتة واحد. تمام مظبوط، بس كده نكون خلصنا المسألة وشوفنا الكول باي ريفرنس.